في البوسنة واصل عمال وشبان من مدينة توزلا شمال البلاد احتجاجهم لليوم الثالث ضد المحسوبية والفساد وتردي الأوضاع الاقتصادية، وأضرم المحتجون النار في مبنى الحكومة المحلية بعد اقتحامه ورمي محتوياته من النوافذ، وأصيب عشرات الأشخاص بجروح خلال الاحتجاجات. وشهدت العاصمة سراييفو ومدن بوسنية أخرى احتجاجات تضامنا مع المتظاهرين في توزلا.